اليوم كارفور يحتفل بالعيد ميلاد 15 متاعه، برشا كادوات للربح اليوم في كارفور. مباشرة نمونا توا هنا الناس الكل تلوج عليه في كارفور، رشر شيق من قبيليك حاسين وانا قاعد مبنك لهنا. توا باش نخرج نبدا ندور في كارفور. الديفي متاعي ساهل على الاخر، تنجم تربح اليوم في كارفور سمارت فون يعمل 66 كيف. دونك انا توا خرجت في كارفور، العباد قاعدة تلوج أمينة من قبيليك، ساهل الديفي متاعي. دونك فوالا، قاعد نترك باش ما يحلبوش برشا هكايا شوية. دونك أنا توا باش نسأل سؤال ساهل على الأخر على الأخر. شكون توا في كارفور قاعد يشوف فيا وعنده قطعة نقدية بقيمة 2000 فرنك توا في كارفور، هو اللي باش يكون عنده أكثر شانس باش يربح اليوم في كارفور سمارت فون. دونك أول واحد شي يجيب لي 2000 فرنك وانا في كارفور، هاني باش نقطع بهم امينة شوية باش ما يقعدوش هكا. أول واحد يجيب لي 2000 فرنك، هاني مقطع يعني. أول واحد يجيب 2000 فرنك أنا باش يلقاني حسين. شوية بشوية بشوية برشا في لاتيت يا أمينة، أنا قاعد نجري تو في كارفور. فوالا، دونك جاني المواطن الأولاني، عسلامة، شو اسمك خويا؟ ياسر خواجة. ياسر خواجة، أنت تو مباشرة في موزايك مباشرة زوز في كارفور. ياسر، باش نسألك سؤال على الأخر تو ساهل ياسر 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 ياسر. البا الأولانية عملتها ومديت لي 2000، البا الثانية ساهلة على الأخر. شنو هو اسم الكارت فيديليتي بتاع كارفور؟ ما تجاوبش لحظة، باش نعطيك ثلاث احتمالات. الكارتة اسمها كارتة منيرة، حنان، ولا كارت وفاء؟ كارت وفاء. كارت وفاء، مبروك عليك سمارت فون تسمع فيا يا أمينة، مبروك عليك سمارت فون، مبروك. دونك صديقي تعاود ذكرنا في اسمك. ياسر خواجة. ياسر خواجة، أنت تو مباشرة في موزايك، مباشرة مبروك عليك، إن شاء الله ديما فرحان في كارفور في الأنيفرسير 15. نقضي قضية الشهر، المدام قالت لي راهو كارفور عامل عيد ميلاد 15 يبدا اليوم، قلت لها نمشي ونشوفوا شنو هما لي بروموسيون واش فما جديد، وجينا. حكاية ال 2000 هي سهلة برشا، اليوم بالزهر ما عنديش صرف، هبطت باش ناخذ باكيت مع نص نهار، رجعهم لي بيسات ب 2000، خذيت باكيت 200 فرنك، بديتو 10000، رجعهم لي بيسات ب 2000 فرنك، قالوا في جيب، عندي أكثر من بيسات. دونك ندور في كارفور، سمعت طارق بعلوش يتكلم يقول انه فما لعبه مع الاربعه وربع، ريتو يجري وراها عباد، جريت معاهم بديت 2000 فرنك وربحت سمارت فون. كيما شفت اليوم صديقي عاود ذكرهم في اسمك، ياسر خواجه. ياسر خواجه هو اللي ربح سمارت فون اليوم في كارفور الاربعه وربع. الناس كل انتم كان تحبوا تربحوا ساهل على الاخر، كل يوم ترقاني الاربعه وربع في كارفور وموزايك ديريكت تربح برشا كدوات. كارفور هابي بيرثدي كارفور، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي كارفور يا بابا، يا بابا. مرحبا بكم في كارفور المرسى وجابس،